السحر حق، بس بعض الناس يستغلون ضعفاء النفوس، الأهداف مالية، باللعب عليهم ويعطاهم الأمل الزائف بالمسمى السحر. في الفلوق هذا أنا رحت إلى أكبر سوق لسحر الفودو في العالم. الفودو بالنسبة للناس من توغو مو هو بسحر، وإنما ديانة من الديانات، ويؤمنون إنه في أرواح، والأرواح هذه ممكن تأثر عليك وتعالج لك الأمراض. والناس اللي يمارسون الطقوس هذه يسمون رهبان الفودو. هم يدعون إنهم هم يتواصلون مع الأرواح لمعالجة بعض الأمراض، للتفوق في الدراسة، للتوفيق في تجارة معينة. وكل واحد من هذول الرهبان فاتح له زي العيادات، كل واحد متخصص بشغلة معينة. صراحة كان شيء غريب مرة، اللي متخصص بالحب والتوفيق بين الأزواج، واللي متخصص بعلاج بعض الأمراض حقت الروماتيزم، واللي متخصص بعلاج مرض السكري. يا رجل، الطبيب علشان يصير أخصائي روماتيزم يدرس 5 إلى 7 سنوات طب، سنة امتياز، بعدين يسوي تخصص في طب الباطنة لمدة 4 سنوات، بعدين يسوي تخصص دقيق في أمراض الروماتيزم لمدة 2، بعد كل السنوات هذه يصير أخصائي أمراض روماتيزم، ويلا يلا يعالج الأمراض الروماتيزم. بعد تيجي أنت لابس لك تيشيرت وشورت وزنوبة، وقاعد لي في بيت تراب وماسك لي ذيل بقر وقاعد ترشة زي كذا، وتعالج لك أمراض الروماتيزم بحجر، يقول لك تحط الحجر على المفصل اللي يوجعك ويتعالج. يا أخي شيء ما يدخل العقل. الناس اللي يؤمنون بهذول السحرة أو الرهبان ويروحون لهم، حتى في توغو هم الناس اللي من قرى وناس غير متعلمين وناس بحالهم يحتاجون إلى أي أمل، والأمل بالنسبة لهم الزائف يقدمونه هذول الرهبان مقابل مبلغ مادي. لعلمك حتى الناس اللي في توغو في العاصمة لومي يقولون إن هذا خرابيط، وش اللي يتواصل مع الأرواح ويعالج لك الأمراض ويسوي لك الإنجازات هذه الكبيرة. يا أخي بالعقل، لو وهذا الساحر أو الراهب الحق الفودو لو كان فيه خير كان فاد نفسه قبل ما يفيد غيره، كان صار واحد من أنجح الناس في العالم. أنا حبيت أعطيكم نبذة بسيطة قبل ما ندخل عشان ما تفهمون غلط إن أنا وش وداني سوق السحر. أنا لا أؤمن بهذا النوع من أنواع السحر، لأن هذا اللعب واستهبال واستخفاف بعقول الناس. هذا اللبس المناسب لمهمتنا اليوم. يا هلا والله ومرحبا فيكم في فيديو جديد. هالمرة المكان مختلف وغريب، أكبر سوق لسحر الفودو في العالم. الفودو طلع في بنين، هم اللي طلعوا بالشيء هذا اولا، بعدين انتقل الى توغو لان الناس من بنين جو الى توغو. الفودو بالنسبه للناس اللي هنا ديانه وليست انها سحر اسود، فيستخدمونه علشان الاستشفاء من امراض معينه او علشان يزيدون حب بعض. راح ناخذ لفه ونعطيكم انطباع بشكل اكبر عن هذا المكان الغريب. This doll is different than the dolls who get the nurse. If one mother have a twin and then the twin died, the mother comes to buy the doll and then she goes to see the voodoo priest. After the ceremonies, the voodoo priest must put the spirit of the baby die on the doll. This one in the market is just for souvenirs, decoration. If you go to see the voodoo priest inside, you will see again the similar doll inside, but for the inside is activate. This one is to protect all the family, but the voodoo is only for good things, to protect, to cure people who get sickness and then to prosper in your life or in your business. To do a bad thing for another people is not a voodoo. This one is a black magic. If it's activated, it has a spirit inside. Yes. So according to the tradition, these stones are come from the sky, from thunder god. Okay, but it's a natural stone, the hole is a natural. In medicine, it's to cure the rheumatism. If you have the rheumatism and then you have this stone, you must put it on water and then you take bath. You must pass the stone on your body. I have a question. If, for example, I love someone, yes. I want to make her love me more. Can they do this, priest? Yes. What if opposite? If someone loves me, but I don't want to love me. You can use same. I want them to hate me. You can use the same things, but the practice is a different. What about this one? What is this? It's a cow tail. The voodoo priests are using it to command the spirit. Like this? Yes. هنا دخلت على الراهب حق الفودو، قلت بشوف طقوسهم كيف. وش قاعد يسوي الرجال اللي اعطاني قطعه خشبه؟ قال هذه الخشبه تحميك، حلك وترحالك. بعدين يقول يتكلم مع الخشبه ويقول له احميني في رحلتي القادمه. يا اخي
Oh. We have the voodoo, the divinity. Here again, we do the consultation. Any problem who you have, we consult here and then we can get the solution. This fetish, the name is a Sudeme. Sudeme is a traveling protector against the accident. You have this fetish, you must hold it in the left hand. And then you make your good wish inside a small hole. For example, Sudeme, I want to go in Benin. No accident on my way. I want to go and come back safely. And then you must close your wish to the fetish like this. After close, you must put it in your pocket or in your bag. There is no prayer now. No. So if you buy it, for example, yes. The last prayer to activate is on your name. Okay. في الأخير سألته كم سعر القطعة هذه؟ قال لي القطعة هذه سعرها 20,000 بس بنعطيك إياها ب15. قلت له رأي أخي غالي وقعدت تكاسر معاه. قال لا هذا السعر مو أنا اللي حددته، هذه الروح اللي حددتها. قلت له طيب تواصل مع الروح حقتك هذه خليه يسوي لي ديسكاونت. طبعا هو كذا قاعد يطالعني شوي كذا حس اني انا قاعد استهبل. انا خليت وجهي عادي بقدر المستطاع، والله العظيم شوي كنت بضحك بس اني ماسك وجهي ومخلي وجهي كذا علشان ما يحس اني انا قاعد استهبل عليه. راح تواصل مع الارواح حقته بعدين قال لي خلاص اوكي 10,000. So how much he sell this one? I said yeah. This one the normally price is 20,000 but he want to give it to you for 15. Oh, very expensive. 15. It's not expensive. It is expensive. He will work for you for life. I thought maybe it is like 3,000 or 4,000. I said okay. So I put it here so yes. He will give me the price. So the price is 10. Okay. في واحدة من الأشياء خشبة يقولك تمسحها على جبهتك، وأهل الخشبة هذه متنشطة فيها روح وتصير ما تنسى شيء، والطلاب يستخدمونها عشان يذاكرون وينجحون ويتفوقون. بعض الأشياء وبعض النتائج اللي تصير لهذول الناس البسطاء تصير بسبب غير مباشر. وهو يقول والله أنا طقيت مشوار ورحت من قريتي ورحت إلى لومي واخذت هذه ومسحتها على جبهتي وخلاص صرت تفوقت في دراستي. يا أخي إذا مسحت ولا ما مسحت على جبهتك كنت كذا ولا كذا بتنجح في الاختبار حقك. وهالشيء هذا حتى في الطب موجود، اسمه بلاسيبو إفكت. بعض المرضى يكون مقتنع ان الحبة هذه بتجيب نتيجة، والحبة هذه تكون فيتامين سي ولا اي شيء ما له تأثير، وياخذ الحبة هذه بس هو مؤمن داخليا. ومثلا الطبيب يقول له مثلا الطبيب يقول له والله شفت الحبة هذه الحبة بتعطيك نشاط طبعا بحدود المعقول. يروح ياخذ الحبة هذه ويحس بالنشاط فعلا، يقول اه والله حبة جابت نتيجة، وهي حبة خربطية ما فيها شيء. وهالشيء هذا اسمه بلاسيبو. واتوقع السحرة هذول او الرهبان دارين عن موضوع البلاسيبو إفكت. فيجي الطالب المسكين يطق مشوار من قريته يجي لومه يقوله والله يا راهب أنا ماني قاعد أجيب درجات كويسة، يجي يقوله خلاص خذ الخشبة هذه وادفع 20,000 حط الخشبة في جبهتك وبتجيب درجات حلوة. يروح الشاب المسكين ويجمع فلوس يتسلف من هنا ومن هنا، يجي يعطيها للراهب هذا ويأخذ الخشبة هذه ويروح ويذاكر وتصدف معاه أن الاختبار كان سهل وجاب نتائج حلوة، يقول والله الخشبة جابت النتيجة، وينشر الكلام هذا بين أهالي القرية ويجون واحد ورا الثاني. وهالرهبان هذولا غير يكسبون فلوس باسم الفودو حقهم. You have the spirit of the chameleon inside. The student can use it again for the exam. Okay, so if you want to use, you have this seed, you must hold it in the left hand. The tree, you must rub it like this. After you pass the seed on your front, 1, 2, 3 like a cross. Yeah. And then you put it under the pillow you sleep. Yes. Next morning, good memory retention. Is to detect the poison in a food or drink. It's like a protection. So if you have it with you and then somebody put the poison in your food or in your drink, if you come and then you hold the glass must break. السحر ذاك اعطاني بطاقته هذه، قال اذا عندك اي شيء ولا شيء ولا اخوياك يبون سحر ولا شيء دق علينا بس، حتى واتساب يقدر يضبط الامور. فاذا انت عندك فلوس زياده كذا ما تحتاجها وتبي تضيعها على شيء فاضي وخرابيط، عندك هالرقم هذا دق عليه وكانك رميت فلوسك في البيارة. ولا أقول لك ارمي فلوسك في البيارة أحسن لك. أنا ما أقلل من ثقافة أحد ولا أقلل من عادات وتقاليد لدولة من الدول، بس يغبني لما يجي واحد يستغل شيء لأهداف مالية ويلعب على الناس وياخذ منهم فلوس علشان يتكسب من وراهم كم قرش. وهالشيء هذا والله يغبن، والله شيء يقهر. طبعا شفت المرشد حقي أوليفر اللي كان معاي، حتى المرشد حقي أوليفر قاعد يقول لي ترى ذي خرابيط، وحنا حقين المدينة أصلا حقين العاصمة ما نؤمن بشيء هذا، بس الناس حقين القرية يجون يؤمنون بشيء هذا. تذكر الحامي الله، وتذكر أنت إذا بذلت الأسباب ودعمت
ربك بتوفيق من الله راح تحقق الشيء هذا، واذا ما هو مكتوب لك ما هو مكتوب لك. انا كنت متردد اني انزل المقطع هذا لاني انا داري انه كثير من الناس راح يقولون والله ليش انت نزلت شيء زي كذا والشيء هذا غلط وليش تروح الى اماكن زي كذا، بس انا اسافر علشان استكشف ثقافات معينه، وانا متاكد انتم بتناظروني علشان تشوفون ثقافات جديده وعادات وتقاليد غريبه، وهالشيء هذا كان من ابرز الاشياء اللي موجوده في توغو. انا رحت المكان هذا وانا لا اؤمن بهذا النوع من انواع التواصل مع الأرواح، وأنا متأكد أنك أنت يلي طالع الفيديو ما تؤمن بالتواصل مع الأرواح وأن الروح ممكن تعالج لك مرض الروماتيزم ولا تعالج لك مرض السكري ولا بتفيدك ولا بتنجحك في اختبار معين. ودائم تذكر قول الله تعالى ولا يفلح الساحر وحيث أتى. أتمنى عجبكم هذا الفيديو الغريب من مكان غريب موجود في توغو. إن شاء الله بكرة بإذن الله راح ننطلق إلى دولة بنين. نشوفكم غدا إن شاء الله في رحلة أخرى ومغامرة أخرى. مع السلامة.